هذا المشهد الأخير من الحلقة تاع البارح، واللي شافوا الحلقة تاع اليوم طبعا تأكدوا بأن ملك بلبي أو البطلة هنا يعني ما قامتش على رجليها، لأنه كان ذكاء من المخرج أنه خلى هذا المشهد في الأخير باش يخلي المشاهد يتساءل هل تستطيع المشي أو لا، ولكن كان هذا صراخ من الداخل خرج إلى من العمق، وبسبب هذه المكالمة الهاتفية. بعيدا عن النص الدرامي وقدام نسمع أراءكم، ملك بلبي هضرنا عليها البارح ما نزيدوش، صح دائما تثبت بأنها نجمة صف أول في الدراما، وهذه السنة نفسها. بالذات هذه السنة بالذات هنالك منافسة قوية بين الممثلات، فزيادة على ملكة بلبي اللي هي نجمة في كل مساحة تعطى لها في هذا المسلسل أو غيره، كاين منافسة قوية من ريم تاكوشت في مسلسل داما اللي يعطينها مساحة أكبر باش تبين كل أدوات الممثل التي تمتلكها، وكاين منافسة من العائدة بقوة جميلة عراس، لأنه جميلة عراس أيضا في عين الجنة رغم بساطة أدائها، فالتميز كله في بساطة هذا الأداء.